الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى: لا مجال للعقل في الغيبيات، لا مجال للعقل في الغيبيات، وذلك لأن الله عز وجل لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن دائرة استقباله فإنه سوف يكون حائرا تائها في بحر خضم لا يهتدي سبيلا، فإن العقل ضعيف وباب الغيب واسع، كما أن الجوال له منطقة استقبال، فمتى ما أخرجت الجوال عن منطقة استقباله صار حديدة لا يستقبل ولا يرسل، فكذلك العقل جعل الله عز وجل له منطقة استقبال وهي الأمور المشاهدة العالم الحسي، ولكن متى ما أخرجته عن هذا العالم إلى عالم آخر فإنه سوف يأتيك بالحيرة والشبه والشكوك والخيالات والأوهام وفساد الاعتقاد، ولذلك يجب علينا أن نتفق على هذا الأصل العظيم المتفق عليه بين المسلمين، وهو أن مسائل الغيب يجب حجب العقل عن التوغل فيها، فلا حق لك أن تقحم عقلك في استكشاف شيء مما أخفاه الله عز وجل عنك إلا في حدود ما أخبرك به الدليل فقط، فليكن عقلك تابعا للنقل في أبواب الغيب، إياك أن يسبق عقلك النقل ثم تضل وتتوه، ولذلك أعظم من خالف في هذا الباب بل في جميع أبواب الشريعة إنما لأنهم قدموا عقولهم العاجزة الضعيفة على النقل، فباب الغيب إياك أن تتعرض له بعقلك، إياك أن تتعرض له بعقلك، ولذلك كم من العوالم الغيبية والمسائل الغيبية التي أنكرها كثير من الطوائف والفرق بسبب أن عقولهم لم تستطع استكشافها، فهؤلاء الفلاسفة المسمون بالفلاسفة المشائين هؤلاء ينكرون عالم الملائكة، لما؟ لأن عقولهم لم تهتدي لهذا العالم، وسبب إنكارهم أنهم أقحموا عقولهم في باب الغيب، وكثير من الطوائف أيضا تنكر الجن وعالم الجن والشياطين لأنه لا تستطيع عقولهم أن تدرك حقيقة هذا العالم، فالفلاسفة يقولون إنه لا حقيقة لعالم الملائكة وإنما هم عبارة عن قوى الخير في الإنسان، ولا حقيقة لعالم الشياطين والجن وإنما هم عبارة عن قوى الشر في الإنسان، لما أنكروا؟ لأنهم أقحموا عقولهم في باب الغيب. وعذاب القبر أنكره كثير من الطوائف، لما؟ لأننا نفتح قبر الكافر فلا نرى عذابا، ونفتح قبر المؤمن فلا نرى، ليش تفتح القبور أنت؟ ولا يكفيك خبر الله عز وجل؟ فلا تقحم عقلك في باب الغيبيات. الأسماء والصفات أنكر كثير منها بسبب أنهم توغلوا بعقولهم الضعيفة العاجزة في باب الغيب، فمثلا صفة الاستواء على العرش أنكرها كثير من الطوائف، بل كل الطوائف البدعية أنكرتها ولم تثبتها إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، سبب الإنكار أنهم أقحموا عقولهم في التوغل في كيفية الاستواء على العرش، فقالوا إذا استوى الله على العرش فيلزم منه أن يكون محتاجا إلى العرش، ويلزم منه أننا لو أبعدنا العرش عن الرب لخر كما ذكروه في كتبهم، فإذا يلزم من ذلك كله أن الاستواء لا حقيقة له وإنما المقصود به الاستيلاء. ما الذي جعلهم يحرفون وينكرون الصفة ويجحدونها؟ أنهم طلبوا كيفيتها بعقولهم، وكيفيتها أمر غيبي، إذا لابد أن نتفق على هذا الأصل، لا مجال للعقل في الغيبيات، لا تشغلنا بعقلك في الغيبيات، لا تسأل كيف صفات الله، كيف وجه الله، كيف عين الله، كيف استواء الله، كيف علو الله، كيف عذاب القبر، كيف الجنة، كيف نعيمها، كيف النار، كيف جحيمها، لا تشغلنا بعقلك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا ندري، إنما هي غيبيات أخفى الله عز وجل أصولها وأخبرنا بأسمائها، فنثبت ما أثبته الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونحجب عقولنا عن التوغل في الغيبيات، وأقسم بالله ثم أقسم بالله أن من عمل بهذه القاعدة فسيأمن على عقيدته في صدره، وسوف تكون له حزام أمان من الزيغ والضلال، ولذلك أغلب أهل البدع إنما ضلوا في باب الأسماء والصفات لهذه العلة، وهي أنهم أرادوا بعقولهم العاجزة الضعيفة أن يستنبطوا ما خفي وغاب عنهم.